السيسي يؤكد دعم مصر للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في الكونغو الديمقراطية. شكري يبحث مع غسان سلامة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العمليات السياسية. إيران تعلن الاستمرار في تطوير منظومتها الصاروخية وتكشف عن صاروخ جديد بعيد المدى. السادسة مساء الرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، والبداية مع أحمد أبو زيد. أهلا بك أحمد. أهلا بك حسام، شكرا جزيلا، أسعد الله مساءكم أينما كنتم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا رفيع المستوى من جمهورية الكونغو الديمقراطية ممثلا عن الرئيس المنتخب حديثا فيليكس تشيسيكيدي والرئيس السابق جوزيف كابيلا. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في جمهورية الكونغو الديمقراطية كعامل أساسي للتنمية في البلاد. أشار المتحدث إلى أن الرئيس السيسي أكد أيضا أن مصر ستظل صديقا داعما للكونغو الديمقراطية. من جانبه أعرب الوفد الكونغولي رفيع المستوى عن تقديره للعلاقات الوثيقة بين مصر والكونغو والمواقف المصرية المساندة للكونغو الديمقراطية في شتى المحافل الدولية والإقليمية. وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع دائرة التعاون مع دول الأفريقية الأشقاء ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها. وخلال اجتماع انضم رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء ورئيس المخابرات العامة، تم تناول الإعداد لرئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الأفريقي انطلاقا من 10 فبراير الجاري. وكذلك تم استعراض خطة التحرك المصرية في هذا الإطار، حيث شدد السيسي على استعداد مصر لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لأفاق أرحب. وكذلك أكد على حرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج المدرسة الإفريقية الصيفية يعد ترجمة عملية لتوصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم والذي أقيم في نوفمبر من العام الماضي ويحقق تطلعات أجندة إفريقيا للتنمية 2063. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال متابعة نتائج البرنامج التوعوي، التقرير الذي تلقاه من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الذي أكد أن مدرسة إفريقيا 2063 تعد باكورة إسهامات وزارة الشباب ضمن التحضيرات الجارية لترأس مصر للاتحاد الإفريقي الشهر الجاري. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضمنت مدينة الثقافة والفنون والحي السكني الخامس جاردن سيتي الجديدة، إضافة إلى موقع الحديقة المركزية النهر الأخضر. وشدد مدبولي خلال الجولة على ضرورة الإسراع في تنفيذ وإنهاء مناطق متكاملة بحي جاردن سيتي الجديد متضمنة تشطيب واجهات العمارات. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة عدم التوقف عن تنفيذ الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية ولو لساعة واحدة. أكدت المستشارة القانونية للاتحاد الإفريقي نميرة نجم تطلع دول القارة لدعم وتعزيز التعاون مع مصر خلال فترة ترأس مصر للاتحاد الإفريقي. وشددت نجم في تصريحات لها على أهمية تولي مصر رئاسة الاتحاد لأول مرة منذ ما يقرب من 25 عاما، موضحة أن مصر تسعى لتحقيق مزيد من الاندماج مع دول القارة في مجالات عديدة، لا سيما ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة ومكافحة الإرهاب. استقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عز الدين أبو ستيت وزيرة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بدولة زامبيا، حيث تم استكمال المباحثات التي بدأها أبو ستيت خلال زيارته لزامبيا الأسبوع الماضي والتي قام خلالها بافتتاح أول صوبة مصرية لإنتاج الخضر في لوساكا، كما تم خلالها أيضا توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية جديدة. أعلنت القوات المسلحة مقتل 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين بالظهير الصحراوي غرب البلاد. أضاف المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له أن القوات الجوية قامت باستهداف بؤرة إرهابية بالظهير الصحراوي غربي البلاد كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية، وذلك بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني.
مشيرا إلى أن العملية أسفرت أيضا عن تدمير 3 عربات دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة. قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتنوعة. نتابع. مع مواصلة الجهود لمواجهة الجريمة بشتى أشكالها تأتي النتائج متنوعة وكثيرة. فعلى مدى أسبوع استهدف قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي 82 بؤرة إجرامية وضبط 639 متهما فيها، كما نجح في ضبط 650 قطعة سلاح ناري متنوع و18 تشكيلا عصابيا، ارتكبوا 156 حادثا متنوعا وأعيدت 23 سيارة مبلغ بسرقتها، بينما تم كشف غموض 40 حادثا وضبط مرتكبيها. ونفذت الأجهزة الأمنية 443,685 حكما قضائيا متنوعا، منها 223,561 حكم غرامة، وأمنت تنفيذ إزالة 4,273 حالة تعدي على أملاك دولة وأراضي زراعية، كما تم ضبط 278,096 مخالفة مرورية متنوعة. وفي مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 806 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ألقي القبض على 871 متهما فيها بحوزتهم كميات كبيرة من مخدرات الحشيش والبانجو والأفيون والهيروين والفودو والستروكس وأقراص مخدرة. الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ضبطت 6,353 قضية تلاعب بالدعم وسلع منتهية الصلاحية، في حين استطاعت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضبط 65,137 قضية سرقة تيار كهربي ومخالفة لشروط التعاقد. المبالغ المحصلة فيها لصالح خزانة الدولة بلغت 41,922,636 جنيهاً. وفي مجال التهرب الضريبي تم ضبط 1291 قضية تهرب ضريبي وجمركي بلغ المحصل عنها لصالح خزانة الدولة 7,381,968 جنيها. وفي مجال جرائم الأموال العامة أسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية اتجار في النقد الأجنبي واستيلاء على المال العام وغسل أموال وكسب غير مشروع بقيمة 35,417,153 جنيها و51 ألف عملة أجنبية متنوعة. الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات نجحت في مجال عملها في ضبط 2350 قضية متنوعة وتشكيلين عصابيين. أما الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فقد تمكنت من ضبط 3762 قضية في مجال عملها وتأمين تنفيذ إزالة تعديات، بينما أمنت 1086 لنشا وباخرة سياحية. وفي مجال أمن الموانئ تم ضبط 518 قضية متنوعة. وإلى جهود حماية الآثار فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في ضبط 2789 قضية حيازة وتنقيب عن آثار والتعدي على أراضي آثار. قضائيا قررت محكمة جنايات المنيا إحالة أوراق أمين الشرطة المتهم بقتل مقاول قبطي وابنه أمام كنيسة نهضة القداسة في مدينة المنيا إلى فضيلة مفتي الديار لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدام المتهم. وحددت المحكمة جلسة الثاني من أبريل المقبل للنطق بالحكم. كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال الشرطي المتهم في 18 من ديسمبر الماضي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. أعلن وزير الآثار خالد العناني اكتشاف جبانة أثرية تضم مجموعة من التوابيت الحجرية بها مجموعة من المومياوات بمنطقة تون الجبل بمحافظة المنيا. من جانبها أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط في تصريحات خاصة لأكسترا نيوز أن الاكتشافات الأثرية من شأنها الترويج للسياحة في مصر. والنهاردة بنعلن أول كشف أثري لعام 2019، هو كشف بعثة أثرية مشتركة ما بين كلية الأداب جامعة المنيا والمجلس الأعلى للأثار. تونة الجبل احنا لتالت عام على التوالي كل سنة بنعلن فيها عن كشف أثري. في مايو 2017 كان في جبانة أدمية لبعثة لكلية الأثار جامعة القاهرة. في فبراير الماضي 2018 كان في منطقة الغريفة على بعد بضعة كيلومترات من هنا كان المجلس على الأثار اكتشف جبانة أخرى أدمية. والنهاردة العام الثالث على التوالي برضو كشف أثري جديد. احنا سعداء النهاردة لأن
الإعلان النهاردة على هامش زيارة مهمة قام بتنظيمها وزارة الآثار، وزارة السياحة، ومحافظة المنيا، إن احنا نوجه دعوة لمجموعة من السادة السفراء الممثلين لأكثر من 10 دول وكالات الأنباء المحلية والعالمية اللي كلها موجودة هنا من قلب صعيد مصر. السياحة الثقافية مهمة لمصر، خلق شغف حوالين ما تمتلك مصر من كنوز أثرية، برضو بيفتح الشهية ل2020 مع افتتاح المتحف المصري الكبير. فطبعا كل الدعم والتنسيق مع وزارة الآثار علشان نقدر نخرج هذا الحدث وغيره من الأحداث بشكل عالمي مهم جدا لمصر. أما محافظ المنيا اللواء قاسم حسين فقال إن الاحتفال بالإعلان عن الكشف الأثري الجديد بتون الجبل يعد رسالة واضحة عن الأمن الذي تتمتع به المحافظة، مضيفا في تصريحات لإكسترا نيوز حرص محافظته على العودة إلى خارطة السياحة العالمية بالتنسيق مع الوزارات المعنية. احنا بالفعل بنسعى إلى إعادة المنيا على الخريطة السياحية بالتنسيق مع وزارة الآثار ووزارة السياحة، وإن شاء الله الفترة القادمة هيبقى المنيا ليها نصيبها من السياحة ووضعها على الخريطة السياحية كما كانت من قبل. كلنا نعلم أهمية السياحة بإذن الله، يعني بالتنسيق مع شركات السياحة ووزارة السياحة سيتم إعادة المنيا إلى وضعها الطبيعي. وجهت وزيرة التضامن غادة والي باستمرار تنفيذ المبادرات التوعوية حول أضرار تعاطي المخدرات للمواطنين في المناطق العشوائية بوصفها الأماكن الأكثر عرضة للمشكلة. وخلال اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الوزيرة، تم استعراض تقرير عن نتائج تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات خلال العام الماضي والتي استفاد منها أكثر من 600,000 شخص، كما تم مناقشة المستهدف خلال هذا العام وخاصة إجراء مسح قومي عن ظاهرة التعاطي وإدمان المواد المخدرة لتوحيد البيانات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية وتجنب الازدواجية لإعداد الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان التي ستنفذ حتى العام 2022. قال حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي إن الدين الإسلامي يتعرض للتشويه بتصرفات من وصفهم بالجهلة الذين يفتقدون العلم. وخلال زيارته مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، أكد حاكم إمارة الشارقة أن هؤلاء الجهلة نشروا بذور الفتنة بين الشباب. تشوه هذا الدين بتصرفات جهلة مسيرين، لا أقول لديهم أي خلفية دينية حتى نأخذ بمجادلتهم، لأنهم جهلة، ومحاربتهم ليس فقط للسلاح، لأنهم رفعوا السلاح فوجب رفع السلاح في وجههم، لكن هؤلاء بذروا بذرة الفتنة واستغلوا شبابنا، ولا بد لنا أن نسارع بإرجاع هذا الدين إلى هذه الحضيرة الإسلامية الصالحة. قالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم إن هناك إقبالا شديدا على معرض القاهرة الدولي للكتاب وحضورا قويا للشباب. وأضافت وزيرة الثقافة في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن وجود جامعة الدول العربية كضيف شرف أضاف للمعرض تواجدا عربيا كبيرا. يعني اليوبيل الذهبي الحقيقة تمتع بأكثر من ميزة السنة دي، ومن حظنا طبعا أنه طبعا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكمان بحضور سيادته لافتتاحه. الحقيقة كمان النقلة الرائعة اللي تمت للمعرض ونقله إلى هنا مركز المعارض كانت نقلة مهمة جدا جدا، نتج عنها يعني المشهد الرائع اللي احنا شايفينه ده، إقبال شديد جدا جدا في المعرض.
مفاجأة لينا، لأن كنا متخوفين شوية من بعض الصعاب اللي ممكن تقابل الناس بالنسبة لبعض المكان، ولكن الحمد لله تغلبنا على هذه المشكلة بمشاركة كتير من مؤسسات الدولة الحقيقة في تسجيل الصعوبات. فإقبال شديد، حضور الشباب ما شاء الله حاجة يعني تسعد حقيقي. إقبال شديد على شراء الكتب، يعني ده أكيد النهاردة احنا يعني بكل الدعم اللي حظينا به في هذا المعرض الحقيقة، ودعم للثقافة المصرية ودعم للكتاب والنشر، ده دور مهم جدا. شدد وزير الخارجية سامح شكري على محددات الموقف المصري من الأزمة الليبية على ضرورة الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة في إطار حوار ليبي بما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها. وخلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، تم بحث عدد من المستجدات الخاصة بتطورات الأزمة الليبية وسبل الدفع بالعملية السياسية في البلاد، فضلا عن دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسة الوطنية الليبية لاستعادة كل الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار على نحو يسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ لإتمام الاستحقاقات الانتخابية في أقرب وقت ممكن. اتفق الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط والمبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة على أهمية الاستمرار في جهود بناء الثقة بين الأطراف الليبية وتشجيع على تجاوز الخلافات. كما أكد الجانبان خلال اجتماع القاهرة أهمية التوافق على الخطوات والإجراءات اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المتبقية وفق الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات. ملتقى جامع هيكون عدد كبير جدا من البشر، وبالتالي يفضل دائما أن يكون تواجدهم واجتماعاتهم واتفاقاتهم تتم على الأرض الليبية، لأن هذا سوف يعطي دفعة كبيرة لهذا الملتقى، وأيضا أنه لا داعي لسفر الناس إلى مناطق أخرى إذا كانوا يلتقوا في بلدهم تحقيقا لهذا الهدف. الليبيون يريدون انتخابات، عندما تستفتيهم يقولون أنهم يريدون انتخابات، ونحن من دورنا نقول مرحب الانتخابات. الانتخابات البلدية قد بدأت ونريد لها أن تستمر، الانتخابات النيابية آن أوانها، والانتخابات الرئاسية التي لم تحصل يوما في تاريخ ليبيا هي أمر أيضا مرحب به. نحن نريد انتخابات لأن الليبيين يريدون انتخابات، ولكن لكي تكون الانتخابات حلا لمشكل وليس تفاقما لمشكل، عليك أن تحترم عدد من الشروط. أول هذه الشروط هو وجود قانون، ليس عندي قانون حاليا. ثاني هذه الشروط أن تلتزم مختلف الأطراف الليبية بنتيجة الانتخابات، وإلا وقعنا في نفس الورطة التي وقع فيها الليبيون سنة 2014 عندما حصلت انتخابات وهناك طرف لم يعترف بنتائجها ولم يغيب عن الساحة. ثالثا، لديك شروط لوجستية، وهذه الشروط تأخر توفرها بسبب الهجوم الإرهابي اللعين ضد مقر المفوضية العامة للانتخابات واضطرار المفوضية إلى الانتقال إلى مكان آخر وإلى إعادة شراء كل التجهيزات الضرورية لذلك. أعلن الأردن موافقته على طلب مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث لعقد اجتماع يجمع الفرقاء اليمنيين في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية إن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل في عمان بين ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي، سيخصص لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين. طالبت اليمن والسعودية والإمارات طالبوا مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين لتطبيق الهدنة وتحميلهم مسؤولية عدم الالتزام بوقف إطلاق النيران بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
ميدانيا استهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيات الحوثي بمحافظة حجة شمال غربي البلاد. بحسب بيان للجيش اليمني فإن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بمديريتي حجور وكشر، إضافة إلى تدمير عدد من الألغام التي زرعت من قبل الميليشيات، حيث تم استهداف المجموعات الحوثية التي كانت تحاصر المواطنين لبناء من أبناء قبائل حجور. أفاد مصدر أمني عراقي بتنفيذ عملية أمنية لتعقب خلايا لتنظيم داعش الإرهابي على ضفاف نهر ديالى شمال شرقي المحافظة. أوضح المصدر أن قوة مشتركة نفذت عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في بساتين وأراضي ضفاف نهر ديالى ضمن مناطق شروين شمال شرقي بعقوبة، مضيفا أن العملية شملت تمشيط ودهم مناطق واسعة من البساتين لتأمين تلك المناطق ومنع الإرهابيين من الاختباء فيها. التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي نظيره الأردني عمر الرزاز عند الحدود العراقية الأردنية المشتركة لتنفيذ اتفاق المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين. ذكر بيان لمكتب عبد المهدي أن اللقاء يأتي لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد ديسمبر الماضي. أفادت مصادر محلية سورية بأن مدفعية الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية لأنقرة قصفت مناطق الشهباء السكانية بريف مدينة عفرين. وقالت المصادر إن القصف تم بالمدافع الثقيلة وإن عددا من القذائف سقطت بين منازل القرية المأهولة بالسكان. يذكر أن تلك المناطق تقع تحت سيطرة الجيش السوري والروس ووحدات حماية الشعب الكردية. قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن وحدات من الجيش نفذت عملية وصفتها بالنوعية ضد تحرك لفلول مقاتلي ما يعرف بتنظيم داعش الإرهابي باتجاه نقاط عسكرية في ريف حمص الشمالي الشرقي. أضافت الوكالة أن سلاح الطيران نفذ ضربات مركزة على أوكار الإرهابيين ومحاور تحركهم في المنطقة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد المجموعة وتدمير آلياتهم وأسلحتهم. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن حكومة بلاده تواجه تحديات كثيرة، مشيرا إلى أن الظروف لا تسمح لها بإضاعة الوقت. تصريحات عون جاءت خلال ترأسه الاجتماع الأول للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري عقب قرار تشكيلها، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري. قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني إن 4 مسؤولين ببنك باركليز البريطاني كذبوا على المستثمرين بشأن الرسوم التي دفعها البنك لقطر خلال محاولة إنقاذ نفسه من الأزمة المالية العالمية في عام 2008. أوضح المكتب أن المسؤولين 4 دفعوا سرا 322 مليون جنيه استرليني إلى قطر مقابل استثمارها في زيادة رأس المال باستخدام اتفاقيتي خدمات استشارية لتوجيه أموال إضافية إلى القطريين. إلى هذا قدم محقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني مستندات ووثائق وتسجيلات لهيئة المحلفين بشأن هذه القضية. نشر مركز أبحاث ميدل إيست فورم الأمريكي تقريرا حول علاقة قطر بجماعة الإخوان الإرهابية ودور قناة الجزيرة في تنفيذ مخططات الدوحة لزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط. وأوضح تقرير للمركز تحت عنوان وجوه الجزيرة أنه بعد 23 عاما من إنشائها اخترقت القناة أسواق الإعلام والمعلومات عبر الإنترنت حول العالم مع مكاتب في جميع أنحائه. وأضاف التقرير أن الجزيرة أصبحت القناة الرئيسية لرسائل الإخوان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع بداية أعوام الربيع العربي في 2011. وأضاف أن قناة الجزيرة الإنجليزية والتي تأسست عام 2006 وتم تمويلها من قبل العائلة المالكة القطرية كانت مصدرا رئيسيا لبث الأفكار المتطرفة.
هذا وتصنف قناة الجزيرة باعتبارها الراعية الإعلامية للجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان، حيث لم تقطع أموالها عنها، وكذلك كانت دائما بوقا مستمرا لها ومنبرا مهما لبث الأخبار المفبركة الهادفة إلى شق الصف العربي. دأبت الجزيرة على النيل كذلك من الجيش المصري من خلال بث الأفلام المفبركة التي تحمل كثيرا من الأكاذيب. تعد قناة الجزيرة القطرية الراعية الإعلامية للجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، فدائما ما تفتح أبوابها عبر برامجها ومذيعيها لبث أخبار مفبركة مع تقديم كل الدعم من خلال منطق التضليل والخداع لفكرة الدعوة لأعمال العنف والتخريب من جانب، ومحاولتها المستمرة لشق الصف العربي بالاعتماد على نشر الأكاذيب. ومع عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي والمجتمعي في مصر، دأبت الجزيرة كثيرا على محاولة النيل من الجيش المصري ببث بعض الأفلام المفبركة التي تحمل الكثير من الأكاذيب ومن وحي خيال القناة المشبوهة، فباعتبارها الذراع الإعلامي للنظام القطري الذي يأوي الإرهابيين المطلوبين أمام العدالة في مصر في جرائم قتل وتحريض على العنف، تحاول الجزيرة بشتى الطرق استهداف الدولة المصرية، إلا أن الإرادة المصرية وقفت ولا تزال تقف بالمرصاد أمام مخططات الجزيرة والمدعومة من جماعات الإرهاب مثل داعش والإخوان. واستمرارا لأكاذيب الجزيرة في بث أفلام ضد الدولة المصرية بهدف زعزعة الاستقرار، سعت كعادتها من خلال فيلم في 7 سنين الذي أذاعته في بث سمومها تجاه الاستقرار المجتمعي بنماذج لتحولات فكرية لشباب اتجهوا للإلحاد أو الانضمام لداعش في محاولة لتصدير صورة أن الدولة السبب، في حين أن ممارسات تنظيمات الإخوان وعوارهم الفكري وممارساتهم البعيدة كل البعد عن صحيح الدين التي دفعت شبابا للإلحاد والانحراف العقائدي. ومع إصرار الجماعات الإسلامية وباسم الدين على أن تنادي بالخلافة الإسلامية وبتطبيق الشريعة، وفي النهاية يجد الشاب المتعاطف مع تلك الجماعات أن كل ذلك كان سرابا، كان الطبيعي أن ينحرفوا عن الدين الذي تنادي به تلك الجماعات زورا. ولكن استمرار الجزيرة في بث سمومها تجاه الوطن العربي يأتي بعد أن كشف الرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين الدور الذي تلعبه الدوحة في دعم الإرهاب داخل العديد من الدول العربية، فاختارت الجزيرة هذا التوقيت كمحاولة من الدوحة للهروب من آثار المقاطعة العربية ضدها، والتي كان آخرها تقدم دولة الإمارات العربية بشكوى ضد قطر في منظمة التجارة العالمية بشأن حظر الدوحة لمنتجاتها، حيث إن سحب قطر من أسواقها السلع الاستهلاكية للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب يعد انتهاكا واضحا لقواعد منظمة التجارة العالمية. فكان التوقيت لإذاعة الفيلم يؤكد أن قطر ترد بأساليبها الملتوية على التصعيد العربي ضدها لإصرارها على دعم الإرهاب. لكن في النهاية استطاع فيلم في 7 سنين أن يكشف حقيقة واحدة، وهي أن الجماعات الإسلامية الإرهابية ما هي إلا جماعات مضللة، بدليل أن الفيلم دفعهم للانقلاب على بعضهم البعض، بل واتهام بعضهم البعض بأبشع الاتهامات. وفي النهاية قناع الدين التي تتسطر وراءه تلك الجماعات سقط أمام الجميع. استمرارا لتأكيد تخبط قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية وعدم انتمائهم لمبدأ حتى في خلافاتهم، وجدي غنيم أحد قيادات الجماعة الإرهابية ينقلب الآن على قناة الجزيرة نتابع. استمرارا لتأكيد تخبط قيادات وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية وعدم انتمائهم لمبدأ حتى في خلافاتهم، وجدي غنيم أحد قيادات الجماعة الإرهابية الذي كان دائما يظهر ولفترات طويلة على منبر الإرهاب الأول قناة الجزيرة، وكان دائما يشكرها على استضافته وعلى دورها في دعمها له وللجماعات الإرهابية. من الجزيرة يا رب يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم كده منارات للخير، انتوا عملتوا برنامج هنا ما شاء الله عليكم كان اسمه صناعة الكذب. غنيم انقلب على قناة الحمدين وذلك عقب إذاعة القناة لفيلم تحت مسمى في 7 سنين، ووصف غنيم من قاموا بصناعة الفيلم بالكفار. أذاعت قناة الجزيرة للأسف فيلم بعنوان 7 سنين، طبعا الفيلم سيء جدا جدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من شارك في هذا الفيلم، كل من أعده وكل من أذاعه،
لانه طبعا يعني دعوه صريحه للكفر والالحاد. وما تستغربش طبعا ان المسؤول دلوقتي عن الاعلام في قطر للاسف صليبي، فعشان كده بيروجوا للكلام ده كله. اسال الله ان يشل ايد كل واحد ساهم في هذا الفيلم المجرم اللي فتنه، فعلا فتنه للشباب. حسبنا الله ونعم الوكيل. انتوا عايزين ايه؟ ايه الهدف من اللي انتوا عملتوه ده؟ برهان جديد يؤكد على ان جماعة الاخوان الارهابية وقياداتها يتخذون التلون طريقا لهم. اعلنت حكومة افريقيا الوسطى التوصل لاتفاق سلام مع الحركات والميليشيات المسلحة خلال المباحثات التي احتضنتها العاصمة السودانية الخرطوم. اوضحت انه سيتم التوقيع عليه بالاحرف الاولى غدا في العاصمة بانجي بعد ايام. قال مدير ادارة افريقيا الوسطى بالخارجية السودانية محمد يوسف انه تم الاتفاق على اغلب القضايا عدا قضية العفو العام، مضيفا انه سيتم انجاز هذا الملف عقب تثبيت السلام والاستقرار في افريقيا الوسطى. كشفت ايران النقاب عن صاروخ جديد من طراز كروز يصل مداه الى 1300 كيلومتر. وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن الصاروخ الجديد من نوع أرض أرض ينتمي لفئة سومار من صواريخ كروز التي كشف النقاب عنها في العام 2015، مضيفا أنه يمكنه الطيران على ارتفاع منخفض. ويتزامن ذلك أو يتزامن إعلان إيران استمرارها في تطوير منظومتها الصاروخية والكشف عن الصاروخ الجديد يتزامن مع احتفالها بذكرى 40 لثورتها. وللمزيد من المتابعة حول الوضع الإيراني ينضم إلينا هاتفيا من بروكسل الدكتور عارف الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية للأحواز العربية. دكتور عارف أهلا بك على إكسترا نيوز من القاهرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. كيف تقرأ تطوير سلاح إيراني جديد يعتبر من الأسلحة الهامة في الاستراتيجيات الحربية خصوصا على المدى الذي تجابه به إيران بعض الضغوطات الدولية؟ البعض توقع أن تكون إيران على شفا الدخول في حرب، وها هي إيران تطور من أسلحتها وترسانتها العسكرية. إذا نتكلم عن الصاروخ الأخير، حقيقة أطلقت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وما تطرق لقائد هذه القوات رضا تانكسيري، حقيقة هو ليس صاروخا جديدا، ولا هذا الصاروخ سبق واختبرته القوات حرس الثوري الإيراني مسبقا، فهم لم يغيروا في الشكل شيء ولا في المضمون، فقط الاسم غيروا في الاسم على هذا الصاروخ. واعتقد هذا نوع من الرسائل لدول الخليج ولامريكا وبالذات للاسطور الخامس الامريكي الرافد على ضفه مملكه البحرين الشقيقه، رسائل لا اكثر. ولكن هو الصاروخ ما 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 قدره هذا الصاروخ وما قدره تهديده للامن للقوات الأمريكية بالتحديد، يعني إيران بالفعل كانت تمتلك هذا الصاروخ من قبل ولكن تستخدم هذه الإعلانات الآن للدعاية الإعلامية فقط. بالضبط، يعني حتى ما احنا في ما يسمى في إيران بالأيام العشرة مجيء الخميني من باريس إلى طهران ووصوله إلى سدة الحكم، وبالتالي هذا الصاروخ لكل المتابعين للشأن الإيراني وبالتحديد حقيقة للوضع العسكري الإيراني يعرفون حق المعرفة، هذا الصاروخ ليس جديدا ولا الاختبار جديدا، فقط اللي إجا فيه جديد هو انطلق من بارجة للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي لا أكثر ولا أكثر. دكتور عارف، يعني كان قد تم الكشف عن سلسلة صواريخ سومار وهي من فئة كروز في العام 2015، كم وصل مدى الصواريخ السابقة التي أعلن عنها قبل الإعلان عن هذا الصاروخ؟ ممكن كرسالك يا خطاب بداية الإعلان عن صواريخ سومار التابعة لفئة كروز، بدأ الإعلان عنها في إيران التصنيع في إيران في العام 2015، كم وصل مدى هذه الصواريخ قبل أن يعلن عن هذا الصاروخ الجديد؟ حقيقة إذا تتكلم عن مدى المسافة التي ممكن هذه الصواريخ يعني تقطعها، يعني إيران صنعت صواريخ مداها توصل إلى أوروبا الغربية، فهذا لا شك فيه.
فلجميع الاجهزه الامنيه القربيه والاستخباراتيه لديهم هذه المعلومات بان ايران تمتلك الصواريخ. هل من الممكن ان يكون التطوير في هذه المره هو تطوير في المدى لمثل هذه الفئه من الصواريخ، وتكون بالفعل ايران قد قدمت شيء جديد على الترسانه الايرانيه؟ لا اعتقد من الناحيه الفنيه ايران زادت شيء على ترساناتها، لكن الرساله اللي حقيقه الايرانيين ارادوا ان يرسلوا رساله من خلال اختبار هذا الصاروخ وبالتحديد في الخليج العربي، الرساله كانت واضحه للامارات الشقيقه وللمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وللامريكان وبالذات البارجه الاسطول الخامس الامريكي في المنطقه، هذه انا من وجهه نظري هذه رساله لا اكثر ولا اقل، اما هل هذا الصاروخ اختباره زاد على الترسانة البالستية الإيرانية؟ أعتقد الترسانة البالستية الإيرانية هي واصلة إلى كمية هائلة من الصواريخ، حتى بعض هذه الصواريخ سلمت إلى حزب الله في جنوب لبنان، وبالتالي الإيرانيين إذا أرادوا إطلاق صواريخ على دول الجوار وحتى إلى أوروبا الغربية باستطاعتهم إرسال هذه الصواريخ. أما إذا تكلمني عن هل الصاروخ هذا جديدا، لا أعتقد هذا جديد، هو من نفس الجيل ونفس البعد ونفس المدى ونفس المسافة، فقط أرادوا رسالة سياسية لا أطراف إقليمية ودولية لا. دكتور عارف الكعبي رئيس اللجنة التنفيذية للأحواز العربية، أشكرك شكرا جزيلا. إيرانيا أيضا قتل عنصر بالحرس الثوري الإيراني وأصيب خمسة آخرون في هجوم لمسلحين على مركز قوات التعبئة البسيج في مدينة نكشهر جنوب شرقي البلاد. المدينة تقع على بعد 510 كيلومترات جنوب زهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان. دعا رئيس بوليفيا إيفو موراليس زعماء بلدان أمريكا اللاتينية لتجنيب فنزويلا ويلات الحرب واختيار طريق الحوار في معالجة الأزمة الفنزويلية. وأدان موراليس الذي زار كاراكاس لدعم نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو أدان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على كاراكاس ووصفها بغير الشرعية، وأن ضحية هذه العقوبات هو الشعب الفنزويلي، مشيرا إلى أنه يجب احترام القانون الدولي ورفع هذه العقوبات فورا. التطورات هذه تأتي في وقت أعلن فيه جنرال في القوات الجوية الفنزويلية انشقاقه عن الرئيس نيكولاس مادورو والاعتراف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد. نشر الجنرال المدعو فرانسيسكو يانيز العضو في القيادة العليا للقوات الجوية تسجيلا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه القادة والمجندين في جيش بلاده السير على خطاه والانشقاق عن الرئيس نيكولاس مادورو. وصل محتجو السترات الصفراء للسبت الثاني عشر على التوالي تظاهراتهم في العاصمة الفرنسية باريس ضد السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتأتي تظاهرات غدا قرار مجلس الدولة على هيئة للقضاء الإداري في فرنسا السماح لقوات الأمن باستخدام أسلحة إطلاق الخرطوش المطاطي عالي السرعة من أجل السيطرة على الحشود في الاحتجاجات. C'est n'importe quoi l'affaire.
لقطات إذن من العاصمة الفرنسية باريس، وتظهر توافد عدد من محتجي السترات الصفراء، وإن كان حتى هذه اللحظة بشكل بدا محتشما إلى حد بعيد. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق بلاده التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ردا على إعلان الولايات المتحدة انسحابها بالأمس. أكد بوتين أن روسيا ستباشر تطوير صاروخ فرد صوتي أرضي متوسط المدى. أضاف خلال اجتماعه بوزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى أن موسكو لن تنشر الصواريخ في أوروبا أو أي مناطق أخرى ما لم تفعل الولايات المتحدة ذلك. اتهمت وزارة الدفاع الروسية واشنطن بالبدء في تصنيع صواريخ محظورة قبل سنتين من شروع الأخيرة في اتهام موسكو بخرق معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، والتي أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس تعليق التزام بلاده بها. وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى امتلاكها أدلة دامغة على أن الولايات المتحدة أطلقت في يونيو من العام 2017 برنامجا في مدينة توسان بولاية أريزونا بهدف إنتاج صواريخ متوسطة وقصيرة المدى تحظرها المعاهدة. وقد أعلنت الصين معارضتها انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، معتبرة أن الانسحاب الأمريكي الأحادي من هذه المعاهدة قد يثير سلسلة من العواقب السلبية. دعت الخارجية الصينية واشنطن وموسكو لإجراء ما أسمته حوارا بناء بشأن هذه الاتفاقية. قال وزير الخارجية الأسباني جوزيب بوريل أن تعليق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة يعتبر من الأنباء السيئة. وفي تغريدة له على تويتر، اعتبر بوريل أن الاتفاقية تعد الأهم والتي وقعت خلال الحرب الباردة، وأن من شأن تعليقها إضافة عدم الاستقرار إلى السيناريو الدولي. قال مسؤولون يابانيون إن السلطات الروسية احتجزت سفينة صيد كانت تبحر في بحر اليابان بزعم قيامها بصيد الأسماك بصورة غير قانونية في المنطقة الاقتصادية الروسية الخاصة. أوضح المسؤولون أن طاقم السفينة المكون من 10 أفراد جرى احتجازه الأربعاء الماضي بعد مغادرة ميناء في 26 يناير. يأتي هذا فيما تواصل القنصلية اليابانية في مدينة فلاديفوستوك الروسية جمع مزيد من المعلومات في هذا الشأن. رجحت مصادر في سول أن تعقد الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بعد غد محادثات عامة رفيعة المستوى بشأن القمة المرتقبة بين رئيسي الدولتين. وقال مصدر دبلوماسي أنه لم يتم الإعلان بعد عن موعد ومكان المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية، ولكن مدينة بانموغوم هي المكان المرجح لإجراء المحادثات في الوقت الراهن. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن صناعة التكرير المصرية تشهد حاليا تنفيذ 6 مشروعات كبرى باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار. وخلال تفقده مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسترد، قال الملا إن المشروع يعمل على زيادة تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مشددا على الالتزام الكامل بالتشغيل الاقتصادي وتوفير بيئة عمل آمنة تمكن العاملين من تقديم مستويات أداء عالية الجودة وتعمل على توطين التكنولوجيات الحديثة في مصر. أعلنت وزارة المالية توقيع 8 عقود مع 8 شركات استثمارية مصرية وعربية لإنشاء 24 مدرسة لغات بمشاركة القطاع الخاص بتكلفة استثمارية وصلت إلى 650 مليون جنيه. وأكد وزير المالية محمد معيط أن هذه العقود تأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وإيجاد أطر جديدة وحديثة لتطوير جميع جوانب المنظومة، مشددا على دعم الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات العامة.
قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن مصر تتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا. جاء ذلك خلال لقائها وزير الاقتصاد البلغاري على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة البلغارية صوفيا، حيث أشاد المسؤول البلغاري ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التشريعية التي قامت بها مصر والتي تشجع الشركات البلغارية على ضخ استثمارات جديدة في مصر. في سياق متصل التقت سحر نصر المديرة التنفيذية لوكالة الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلغاريا، حيث تم الاتفاق على أن يركز المجلس الاستشاري المشترك على زيادة التعاون في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. صرح رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس بأن الهيئة تهتم بموضوعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاهتمام بدراسة التكنولوجيا الجديدة الخاصة بها بشكل متعمق. جاء ذلك خلال لقائه بالنائب كريستوف هوفمان المتحدث الرسمي للحزب الديمقراطي الحر ورئيس لجنة التعاون الاقتصادي بالبوندستاغ خلال زيارته لبرلين. وقد نوه النائب الألماني الأهمية الكبيرة لموقع مصر بما يؤهلها لتكون مركزا إقليميا وعالميا في مجال التوليد الطاقة بتكنولوجيا ألمانية متقدمة. شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين ومؤسسة الأهرام بحضور عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين. يهدف البروتوكول الأول إلى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروع لصالح مؤسسة الأهرام الصحفية لإنشاء مصنع لإنتاج الورق بأنواعه، فيما يتضمن البروتوكول الثاني إنشاء مستشفى وعيادات خارجية لصالح نقابة الصحفيين. حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة نمو بلغت نحو 16.4%، وهي النسبة الأعلى على مستوى قطاعات الدولة. كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 8%. كذلك وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019 والتي أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. من جانبه أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن نجاح القطاع في تحقيق طفرة إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي هو نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. انطلقت بمحافظة البحر الأحمر الحملة القومية الأولى لعام 2019 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وقال مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر إن الحملة بدأت من اليوم وتستمر على مدار شهر، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المربين لتحصين المواشي من خلال الوحدات البيطرية أو الحملات التي تجوب المدن والمناطق. إن شاء الله مشيت الله تعالى اليوم بدأت فعاليات الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكافة مدن محافظات الجمهورية، وخصوصا احنا بدأنا النهاردة برضه محافظة البحر الأحمر الغردقة، وابتدت اليوم وإحنا دلوقتي من داخل الحوش الحاج حمدي بنحصن العجول بتاعته. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين احنا في ثلاث أنواع للتحصينات موجودين، نوعين الحمى القلاعية اللي هو الأحادي والثلاثي، ونوع للحمى الوادي المتصدع. جرعة الأحادي 1 سم للعجل تحت الجلد، وجرعة الثلاثي الحمى القلاعية الثلاثي 2 سم للعجل، وبالإضافة 3 سم آسف للعجل. بالنسبة للحمى الوادي المتصدع ده وحدها بتتحصن، فبنحصن ثلاث تحصينات بثلاث سنون بثلاث سرنجات زي ما حضراتكم شايفين كده. الهدف من الحملة طبعا القضاء على الحمى القلاعية، والوقاية خير من العلاج والحفاظ على الثروة الحيوانية. دعا الاتحاد المصري لكرة القدم رؤساء أندية الدوري الممتاز للاجتماع الأربعاء المقبل لبحث ما بات يعرف بأزمة المباريات المؤجلة. جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة لمناقشة بعض التطورات الخاصة بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الصيف المقبل، وبعض المستجدات المرتبطة بشكوى بعض الأندية فيما يعرف بأزمة مؤجلات الدوري.
يستضيف الأهلي في 9 من مساء اليوم فريق سيمبا التنزانية على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. ويدخل الأهلي مواجهة سيمبا متربعا على قمة المجموعة برصيد 4 نقاط بعدما تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى على فيتا كلوب الكونغولي ثم تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري. ويطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز والوصول للنقطة 7 من أجل الابتعاد بصدارة المجموعة الرابعة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا. وفي ختام هذه الجولة تذكرة بأبرز ما جاء بها من أنباء. السيسي يؤكد دعم مصر للحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في الكونغو الديمقراطية. وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية. إيران تعلن الاستمرار في تطوير منظومتها الصاروخية وتكشف عن صاروخ جديد بعيد المدى. كالمعتاد أنتم مدعوون لمتابعة مزيد من الأخبار والتقارير من خلال الموقع الإلكتروني extranews.tv، كما يمكنكم متابعة جديد الأخبار والتطورات أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى الملتقى بحول الله.